عبد الله 28 عام 37 اختراع وباقي مازال ما يعطي، خاص غير اللي يحتضنوا. شنو قصتك مع الذكاء والعبقرية؟ منين جاتك هذه العبقرية؟ اولا شكرا على الاستضافه هذه. مرحبا بك في قصه الناس. هذا البرنامج اللي كنقدروه وكنحترموه لانه كيسلط الضوء على المشاكل اللي كيعانيو منها كافه المواطنين. مرحبا بك سيدي. قصتي مع العبقريه ومع العالم ديال الاختراع بشكل يعني خاص هي رساله في الحياه او الرساليه في الحياه. يعني ملي رصبت في السنه التاسع اعدادي صرحت راسي، انا شنو باغي؟ واش بصح انا خاصني نكمل قرايتي ولا باغي شي حاجه اخرى من غير قرايه؟ باغي شي تخصص، باغي شي حاجه نوصل ليها في حياتي. واخا عبد الله، واش تنسمعوا العبقريه كيجيب لنا الله باللي ممكن يكون طفل صغير عبقري، منين تزاد هو تبارك الله ذكي متفوق من الدقه الاولى، وانت دابا شرتي لواحد اشاره مهمه والرسوب سقطتي، يعني ما كنتيش الطفل اللي متميز بشي حاجه اللي ما كايناش عند الاطفال، مادام سقطتي ما كنتيش متفوق دراسيا. لا، هي المساله ديال الطفل هذه مساله صحيحه، لانهم اصلا في بعض الدول كيصردوا خبراء نفسانيين من الروضه ديال الاطفال اللي كيكونوا باقين في المرحله النفسيه الثانيه، يعني بين 6 سنين و6 سنين، كيفرقوا عليهم لعيبات بصفه نصف شهريه او شهريه، ومن خلال الاختيار ديك الاطفال هذوك ديك اللعاب وطريقه اللعب ديالهم بها يكتشفوا المواهب ديالهم، وبالتالي كيوجهوهم التوجه الدراسي الصحيح. هادشي عشتي حتى انت سي عبد الله ولا شي في الغرب؟ هادشي هذا ما عشتوش، عشت يعني طفوله عاديه جدا، يعني من المسيد من الروضه ديال الاطفال الابتدائي الاعدادي، ولكن في الاعدادي وبالضبط في السن ديال المراهقه ديك الساعات صراحه كنت نزال قباني ديال القسم. كنت شاعر في ذاك الوقت هذاك. ادبي اذا؟ لا، كان كيعجبني الادب لواحد الدرجه كبيره بزاف، وباقي كيعجبني الادب واللغه العربيه لواحد الدرجه كبيره بزاف. إيه؟ ولكن اللي وقع هو ذقت طعم الرسوب، لانني تبعت يعني اللي كيمليه العقل ديالك في ذيك المرحله هذيك، مرحله ديال المراهقه. ملي ذقت طعم الرسوب، ديك طعم الرسوب هذاك خلاني انني نفتح عيني على بزاف ديال النقاط، ونصارح راسي على بزاف ديال المواهب اللي فيها. فشفت من عمر هذا الشيء عبد الله؟ يعني كان في العمر ديالي حوالي 15 عام. وديك الساعات درت رسالتي في الحياه، صرحت راسي وتذكرت المعلومه هذه اللي قلت لك. فقلت انا استرجعت الذكريات ديالي وشفت انا شنو كان كيعجبني ملي كنت باقي صغير. كان كيعجبني انني نلعب بالسيارات الكهربائيه. النهار الاول كنلعب بها، النهار الثاني كنفسخها. فقلت انا غادي نتوجه في المجال ديال الميكانيك. والحمد لله رب العالمين ديك الشيء اللي بديت به، ودخلت المجال ديال التكوين المهني، التخصص ديال ميكانيك السيارات. وكان واحد المجهود، يعني واحد المجهود كبير بزاف، بحيث انني انتهجت منهجيه ديال التعلم، انني نقرا راسي بيدي، لان ديك الشيء اللي كنا كنقراوه في المدرسه ما كيقنعنيش، يعني او ما كيشبعنيش، ما كفيش باش يعطينا يعني عبقري واختراع مخترع كبير. فبديت كنقرا راسي، قريت المحركات ديال السيارات كامل وما شبعونيش، يعني ما شبعونيش، يعني كان فيا الجوع ديال العلم، كان خاصني نقرا، النهم ديال العلم، العشق للعلم، العشق يعني لواحد المساله، انك خاصك تعرف نحب المعرفه، انك خاصك يعني باقي شي حاجه ما وصلتيهاش، باقي شي حاجه ما حسيتش بها. درست المحركات ديال الطائرات من بعد المحركات ديال السيارات، فهمتهم ولله الحمد. من بعد ديك الساعات دخلت المحركات ديال البواخر. وهذا الشيء هذا كامل جعلني انني نخترع المحرك ديال الهليكوبتر. شحال خدا منك ديال الوقت عبد الله باش ما بين 15 عام حتى لين وانت صالحتي مع راسك وانت كتقلب على المعرفه وانت كتبحث وانت تدير هذا المجهود كله، شحال ديال الوقت باش قبل ما تخترع هذا المحرك ديال الطياره؟ يعني بين 15 عام عاودت السنه الدراسيه ديالي اللي هي التاسع اعدادي ونجحت فيها، ومن ثم دخلت للتكوين المهني التخصص ديال ميكانيك السيارات، يعني في 2001 في 2002 اخترعت المحرك هذا. إذا ماشي بزاف، ما خديتيش بزاف الوقت. لا، ما كانش، لأن كانت رسالة في الحياة. الواحد ملي كتبقى عنده واحد الرسالة وكتبقى عنده واحد الرؤية المستقبلية، عنده هدف، عارف اش باغي. طبعا
وهذه مسألة مهمة لواحد الدرجة كبيرة بزاف. والحمد لله يعني أول حاجة اخترعتي هي المحرك ديال الطيارة. هي المحرك هذا، المحرك الدوار المدور المربع أو موتور روتاتيف روتور كاري. المحرك هذا اللي كيصلح الطائرات العمودية وكيصلح حتى بتغيير بعض القواعد الميكانيكية فيه ممكن أنه يصلح السيارات وممكن أنه يصلح حتى البواخر. كان هذا هو أول اختراع عندك في حياتك؟ هذا أول اختراع في حياتي. وما كاين ما أحسن من البدايات والسحر البدايات. أنا بغيت نعرف النفسية ديالك وأنت اخترعتي الموتور ديال المحرك ديال الطيارة. يعني غتكون لحظة تاريخية في حياتك. ماشي تاريخية وصافي الصراحة. ملي كنسترجع ديك الواحد ملي كتجي لواحد الفكرة أولية وكيشوف على أنه حط يده على أول طريق في التطبيق ديال الرسالة ديالو اللي عنده في الحياة والرؤية اللي كان كيتخيل وكيحلم بالحياة ديالو، تطبيق ديك الأحلام هذوك يعني واحد لحظة لا توصف. إذا الحلم شديتي بيدك. بالضبط. واخا نخليوها هنايا حيت مازال عندك بزاف تاع الاختراعات. الا مشينا من 1 حتى 37 يعني تبارك الله راه مجهود كبير. القصه هضرنا على الاختراع الاولاني، ومن بعد الاختراع الاولاني اكيد اختراعات واحده اخرى 36 تبارك الله اختراع. البدايه كانت بمحرك ديال الطياره. الاختراعات الاخرى شنو كان فيها؟ اختراعات اخرى كانت اولا هذا الاختراع الاول هو اللي ادى واحد الجانب كبير بزاف وباقي لحد الساعه على الصحه يعني الوطنيه والمجهود ديالي يعني على الصحه الوطنيه ولا الصحه الدوليه. اما الاختراعات الاخرى كانت في مجالات مختلفه في حال الاختراع الثاني اللي هو سيستم اوتوماتيك بور نتواياج دو فيتر لي باتيمون ديال الزاج. درت لهم واحد السيستم كينطويهم بلا ياخر ما يبقى هابط بالسطح هو كينطوي او شيء من هذا القبيل. هذا الثاني. واخا عبالك نرجع معاك هضرتي على الاختراع الاولاني وقلتي بلي القصاده مزيان على برا، شنو وقع مع هذا الاختراع؟ واش خرج واش طور؟ شنو كان المصير ديالو؟ هذا الاختراع هذا من بعد ما احصلت على براءه ديال الاختراع او بروفي دانفونسيون وطنيا سنه 2005 درت واحد لو ريشيرش انترناسيونال باش نشوف ديك الاختراع هذاك واش كاين في حاله ولا ما كاينش يعني في التاريخ ديال الاختراعات. درته في المؤسسه الاوروبيه ديال البحث في لاهاي، والحمد لله كان رد ايجابي ان ما كاينش في حاله. رغم ان امريكا مثلا من 1960 حتى 1984 ولحد الساعه بقى كتحاول ما امكن دعم ديك الاختراع هذاك وما قدرتش. وجا واحد المغربي وداروا، وديك السنه ديال 2005 الحمد لله تصنفت المخترع المغربي الوحيد المصنف دوليا في المنظمه الدوليه ديال الملكيه الفكريه في جنيف الويبو. ديك الساعه صنعت البروتوتايب او النموذج العملي المصغر بتمويل خاص، بتمويل مع عند الاسره ديالي. يعني هاد النجاح كله، هاد الاعتراف الدولي كامل، وفي نهايه المطاف مازال كتمول من جيبك. بالضبط. علاش في نظرك؟ في نظري لان ما كاينش على الصعيد الوطني باقي ما صبتش شي وزاره ديال الصناعه تقدر تمول الاختراعات ديالي او تستجب غير الطلبات ديالي، ماشي تمول فقط غير الطلبات ديالي. ولكن للاسف ما جاتكش عروض على برا؟ مادام الاختراع ديالك وصل على برا والصدى كاين دوليا، ما جاتكش عروض انها تمول لك كما السي محمد؟ نعم. داكشي اللي سمعنا. نعم، في 2006 جا واحد العرض من فرنسا. انا نسافر لفرنسا بجواز سفر فرنسي وانهم يشيلوا مني البراءه ديال الاختراع. كيفاش بجواز سفر فرنسي؟ يعني نسافر من الدار البيضاء ان باريس بباسبور فرنسي. ولكن الثمن يعني ديال الشراء ديال البراءه ديال الاختراع كان ثمن يعني مغرين واحد الدرجه كبيره بزاف، اللي هو 380 مليون ديال الاورو، يعني اكثر من 450 مليار سنتيم. انا ما بغيتش نطلع من فرنسا. علاش؟ لانني كما قلت لك في الاول عندي رساله في الحياه. ولكن هذا عرض اللي ماشي فقط مغري، يمكن كان شي سميه واحده اخرى اكثر من مغري. كيفاش بقات رسالتك في الحياه من 15 عام قاومتي بها هذا الاغراء هذه الجاذبيه هذه؟ هذا هو الفرق اللي كاين بين انسان عنده رساله في الحياه وانسان ما عندوش رساله في الحياه. وهذا مسألة من ضمن الصفات ديال المخترعين. كاين
عدم الاعتراف بالمستحيل كاين ثقه بالنفس، ولكن ماشي اي ثقه بالنفس، الثقه بالنفس التي يخاف منها الشك وتخاف هي من الغرور. وكاين ديك الساعات الموسوعيه وكاين بزاف. ولكن عبد الله الله يخليك نبقى نقولك في هذه النقطه، كنسمعوا دائما على الهجره ديال العباقره، الهجره ديال الادمغه اللي كتشري يمكن بقل من هذا الثمن وكتمشي على برا وكتعيش تمايا وكدير تتحقق الاحلام والطموحات ديالها. اذا كاينين مخترعين مغاربه اللي مشاو على برا واللي استفدوا من هذه الاغراءات الماليه الكبيره. علاش انت ما فكرتيش في لحظه من اللحظات، لانه الاختراع ديالك فيه فائده الانسانيه، فيه فائده الاقتصاد، فيه بزاف الحاجات، علاش ما فكرتيش مثلا بهذا تمشي في هذا الاتجاه؟ لانني كنفكر في بلادي، واذا مشيت انا وسافرت وسافرت سي عزيز وسافرت سي محمد، شكون غادي يبقى في المغرب؟ ولو انه ما احتضناتكش وما ولادكش بلادك، هذه بلادي. يعني نواجه معها اللي صعيب واللي سهل. وعمري ما انفرط فيها. يعني اذا سافرت انا وسافر مخترعين كامل وسافر العباقره اللي عندنا في المغرب وسافر، يعني شكون غيبقى فيها؟ شكون غيبقى فيها؟ شكون ماشي ساهم في التقدم ديال هاد البلاد هادي باش تولي بلاد متقدم تكنولوجيا او شيء من هذا القبيل؟ واخا هاد الرساله ديالك وهاد العمق باش كتهضر حاولتي توصلوا مثلا للجهات المسؤوله للوزارات ديال الصناعه والاقتصاد في المغرب باش يفهموا هاد الرساله ديالك؟ لا، هاد المساله هادي راه ثلاثه ديال الوزاره ديال الصناعه اللي تناقشت معاهم، يعني من براءه ديال الاختراع ولا من الصناعه ديال البروتوتيب ولا لو ريشيرش انترناسيونال او شيء من هذا القبيل. اللي غادي نقدموا لك حنايا هو التثمين ديال الاختراع ديالك. شنو كيقصدوا بالتثمين؟ التثمين هو التقدير ديال القيمه التكنولوجيه ديال الاختراع ديالك، وهذا كان فقط يعني حتى يوجد لا ماشي حتى يوجد. وهذا فقط يعني هذا المشروع ديال التثمين هو كان شراكه في ذاك الوقت، هذاك العام اللي فات، شراكه او نقدر نقول لك يعني بمصطلح يعني دقيق، مشروع في طور الدراسه بين بشراكه بين الوزاره ديال الصناعه وبين لومبيك. وانت وهاد المساله هذه يعني قال ماشي نجربوا بها او مش تكون يعني مساله في المقابل هذا، يعني تثمين ديال الاختراع ديالكم باقي كيستنى لحد الساعه. فضل هاد المشاكل وفضل هاد الاجوبه الصادمه اللي هضرتي عليها، واش ما ندمتيش على شحال من مليار قلتي؟ ما ندمتيش عليهم؟ اكثر من 450 مليار. ما ندمتيش عليك 450 مليار؟ لا ما ندمتيش.